كات. المكان هو بيت أبوسيت. هذا هون معلم. تعال تعال شوف البيض. تعال 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 شوف البيض. بيض 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 أربع بيض. تعال تعال شوف تعال شوف 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 بسرعة 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 بسرعة. شوف جالس على البيض. شوف الأنثى راحت والأنثى ريح الأنثى بيستبدل. هو بيستبدل وشوف سبحان الله. شوف الأنثى كان جالسة راحت شو اسمه. هلا شوف هلا هو بده يجلس مكانه. شوف تبادل الدور ما شاء الله. شوف حتى ما تقول بس اتذكر بس الأنثى تجلس تحضن. هذه هنا واضحة. شوف سبحان الله. شوف جلس الآن أخذ دور الأنثى سبحان الله. بس لا حلوة أنا سجلتها هذه. هذا طائر النكات. هنا لاحظنا بشكل واضح أنه كيف تبادل الذكر والأنثى على البيض سبحان الله. البيض أفوسيت هذا هو. هذا اللي شايفينه.